بصفه موجزه سيد المدير العام سيد النائب العام، هذه بطاقه تقنيه للمشروع اللي راح نعطوه الانطلاقه نتاعو اليوم مع في اطار اعاده ادماج المساجين. الاتفاقيه يوم الاثنين الماضي بالجلفه، هذه الاتفاقيه الثانيه اللي راح تسمح لنا بتشغيل المحبوسين في مشروع السد الاخضر اللي اعطى اشاره انطلاق تاعو والبعث تاعو من جديد السيد رئيس الجمهوريه في 26 اكتوبر من سنه 2023. الان هذه الاتفاقيه بين الديوان الوطني للاشغال التربويه والتمهين كمؤسسه عموميه مهمتها تشغيل المحبوسين، وايضا بين مجمع او المؤسسه الوطنيه للهندسه الريفيه سيرسو بالبيض، راح تسمح لنا هذه الاتفاقيه بتشغيل في مده خمس اشهر من اليوم الى غايه 31 مارس 2025، راح تسمح لنا ان شاء الله بتشغيل اكثر من 500 محبوس في 300 هكتار، يعني الجلفه فيها 50 هكتار، هنا البيض فيها 300 هكتار راح يساهم فيها المحبوسين بعمليه الغرس والتحويط وايضا وسقي هذه الاشجار. هذه تجربه ثانيه من نوعها بعد التجربه الاولى من 2008 الى غايه 2015 اللي سمحت لنا بتشجير اكثر من 3000 هكتار وتشغلت 1992 محبوس. هذه نامل انه نشغل فيها عدد كبير ايضا من المحبوسين. المحبوسين راح يستفيدون من تامين، يعني راح عندهم الحمايه الاجتماعيه. حاجه ثانيه راح يستفيدون من شبه راتب ليتراوح بين 20 الى 60% من الاجر القاعدي الادنى المضمون، بالاضافه لاستفادتهم من جميع وسائل العمل واللباس والامن و